وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامج رحلة الحروف. بعد أن تعرفنا في اللقاء السابق على كتابة حرف العين والفاء والقاف والكاف، سنتعرف وإياكم في هذا اللقاء على كتابة حرف اللام والميم والنون. نبدأ وإياكم في كتابة حرف اللام. يكتب حرف اللام بداية حرف ألف، ننزل من الأعلى إلى الأسفل. قبل أن نصل إلى السطر لابد أن نتوقف قليلاً. هذا الجزء يشبه تماماً حرف الألف. الجزء الآخر لحرف اللام المفرد سنكتب جزءاً من حرف النون بتقوس نزول ثم دوران ثم صعود ودخول إلى داخل التكوين، حركة واحدة من أعلى إلى أسفل ثم نزول ودوران، 2-3 بهذا الشكل نكتب حرف اللام. حرف اللام يكتب في بداية الكلمة شكل ألف، لكن نوصي بعدم أن يصل حرف اللام إلى السطر بهذا الشكل. لابد أن نتوقف قليلاً قبل الوصول إلى السطر ونتجه من اليمين إلى اليسار نزولاً. مثال كلمة لك أو لكم، كنا في اللقاء السابق قد تطرقنا إلى هذا الشكل في كتابة حرف الكاف، وزيادة على التدريب سنتطرق المرة في نفس المثال. هذا بداية الكلمة. في وسط الكلمة يكون شكل اللام ميل بداية من اليمين إلى اليسار، حرف الذي يسبق اللام، ثم نصعد بهذا الشكل قائم. ما يميز حرف اللام والحروف الصاعدة أن قبلها لابد أن يكون زاوية قائمة. مثال في وسط الكلمة. جيد أن ننتبه إلا أنه يوجد تشابه بين حرف اللام وحرف الكاف في وسط الكلمة وفي بداية الكلمة في البنية الأولى للكتابة. حرف اللام في نهاية الكلمة لابد أن يتصل الحرف الذي يسبقه مرتفعاً بهذا الشكل، مثل بل. سننتقل بعد كتابة حرف اللام بوسط الكلمة إلى شكل حرف اللام في نهاية الكلمة. يكتب حرف اللام في نهاية الكلمة بهذا الشكل، يأتي حرف يتصل به ثم نصعد أو ننزل بألف تتجاوز الجزء الذي كتب سابقاً ثم دوران يشبه صحن النون. عزيزي الطالب، يجب أن تنتبه إلى أن حرف اللام يضطر الكاتب أن يكتب الحرف الذي يسبقه مرتفعاً عن السطر، بمعنى لو كتبنا بل أو بلبل على سبيل المثال، سنلاحظ أن الباء هنا اتصلت في لام في وسط الكلمة، لكن حرف الباء الذي في المنتصف يتصل بحرف اللام في نهاية الكلمة يكتب مرتفعاً حتى يحقق المسافة لتقوس اللام في نهاية الكلمة. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى كتابة حرف اللام في مفرد وهي مفردة وفي بداية الكلمة ووسط الكلمة وفي نهاية الكلمة.
ننتقل وإياكم إلى كتابة حرف الميم، وهي من الحروف الصغيرة، وفيها فكرة أننا لابد أن نكتب هنا نقطة مستديرة بهذا الشكل، نبدأ صعودا ثم نتجه إلى اليمين وننزل بهذا الشكل. بعد كتابة الجزء الأول المطموس ننزل نزول مقداره نقطتين، ثم نحدث تقوس، ثم حركة من الأعلى إلى الأسفل داخل حيز هذه الكتلة. هذا حرف الميم. إذن هذا الجزء الأول، 2 3. كيف يكون متصلاً في بداية ونهاية الكلمات؟ عند الكتابة نكتب ما، نتجه من اليسار إلى اليمين ثم نعود. في وسط الكلمة يجب أن ننتبه إلى أن وسط الكلمة يكون متصلاً بهذه الطريقة. على سبيل المثال نريد أن نكتب باسم، لابد أن ندبب الحرف بهذا الشكل ثم نتصل هنا بكتلة الميم. تتمثل كتابة الميم في نهاية الكلمة في كلمة الأمم، لكي نتدرب على الحروف لابد أن نوظفها في بعض كلمات حتى نرى جمال الكلمة في إتقان الحرف. ميم في بداية الكلمة تنزل نزول، لابد أن نلاحظ هذا النزول من أعلى إلى أسفل، وهذا الميل دائما يكون معنى مرافق في كتابة خط الرقعة. يجب عزيزي الطالب أن تنتبه إلى هذه الملاحظة المهمة التي سنركز عليها دائما، وهي خصائص الحروف. لاحظنا هنا أنه يوجد ميل عند الكتابة وميل عند الكتابة، وهنا نتقن كتابة حرف الميم في بداية الكلمة ووسط الكلمة ونهايتها. سننتقل إلى حرف النون، وكنا في اللقاء السابق قد ذكرنا حروفاً مشابهة لحرف النون وهي السين والصاد، وكان هذا الجزء قد كتب، لكن إضافة لهذا الشكل سنضع نقطة معلقة هنا. إذن بهذا الشكل يكتب حرف النون، وهو مشابه تماماً إلى حرف الذي كتب في حرف السين والصاد. سننتقل وإياكم بعد كتابة حرف النون المفرد إلى شكل حرف النون المتصل، وهنا نريد أن نؤكد أن حرف النون هو يتشابه تماماً في الكتابة في بداية الكلمة ووسط الكلمة مع حرف الباء. يعني لو أردنا أن نكتب عن هذا الشكل سنكتب نريد أو يرد، الياء أو النون أو الباء أو التاء كلها تأخذ هذا الشكل. نقلة أخرى إلى موضع آخر بهذا الشكل، وهو الذي يشبه حرف الدال. ننزل هنا نزول، نتجه إلى اليمين ثم من اليمين إلى اليسار. هذا الشكل كنا قد كتبنا هذا الموضع في حرف الباء، لكن نريد أن نكتبه حرف نون لأن النون والباء في بداية الكلمات تتشابه. سنكتب كلمة نكتب، نلاحظ أن النون موجودة هنا في نفس الموضع. لو كتبت هذه الأسنان للنون، هذه وضعنا هنا نقطة تكون نون،
معناه أنه يوجد تشابه في كتابة النون في البداية والوسط. هذه المواضع الخمسة تأخذ هذا الشكل، وبنفس الفكرة هنا ممكن أن تكتب ياء أو نون أو تاء أو ثاء أو باء. لكننا نريد أن ننبه إلى أن النون في نهاية الكلمة يأخذ نفس شكل النون في المفرد، مثل كلمة من أو حرف من، ميم دوران. تطرقنا إلى الميم قبل قليل، نحدث امتداد ثم نصعد هنا، ننزل بشكل النون تماما بهذا الشكل بتقوس ثم نزول نقطة. أحيانا ممكن أن تكتب عزيزي الطالب أن تكون النقطة فوق النون، ألا تكون متصلة بهذا الشكل، ولها عدة أشكال ومواضع. هذا السن مهم جدا. ننزل هنا، نوجد هذا الصحن والتقوس حوض ونعلق النون هنا، وهذه صحيحة. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة. نلتقي بكم أعزائي الطلاب مع مجموعة جديدة من الحروف، وهي حرف الواو والهاء والياء واللام ألف، وإلى لقاء جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.